الفكره مال السامسونج جيك بنش هي مخلوطه انا وياك انها متداخله. جيك بنش يقول ان سامسونج ترفع الاداء عندها تطبيق يرفع الاداء والمفروض ان هذا الاداء يكون اقل، فهو فقط لما احنا نحط تطبيقنا هم يرفعون الاداء، والامر هذا غير صحيح ولكن خلينا نفرض انه صحيح. طيب هذا التطبيق اللي صار عليه اللغط شنو وظيفته اصلا؟ وظيفته رفع الاداء يا جماعه، وظيفته تحسين الفريمات والتعاطي مع الجي بي يو ومعرفه الالعاب، ولكنه ما قاعد يقوم بوظيفته لان الالعاب تسبب حراره الجهاز وصرف طاقه فهو ينزل ادائها. هذا السخط اللي حاصل، لكن التطبيق صحيح 100% اداء غير صحيح لكن فكرته صحيحه. رد سامسونج علشان تخلص الليله قالت انه اوكي هذا التطبيق راح نسوي ابديت نحط فيه وضعيه تقول للنظام طوف الحراره وطوف صرف البطاريه، يعني عشان يرضون الناس. فهذه الفكره باختصار. ابو هشام انا بوريهم الكاميرا الخلفيه بس بدردش معاك. شلون الايفنت معاك اليوم؟ قوي نزل وش اسمه؟ اي في جديد؟ اللون الطحلبي الجديد. الله السلام إيه. عليك اجمل الالوان الراقيه. خلي اللون، في شيء نزلوه ولا بس لون؟ اللون الطحلبي بس تاكد يمكن في شيء ترى. طيب انت ما شفته؟ لا والله ما اشوف الاشياء. قوي هذا ماخذ هوت سبوت 1.1 جيجا من جهازي تمام؟ هذا خذه ختم نعم على قولة مزعج. عطني اللي عندك البرتقالي ابو هشام. زين هذا الثالث، هذا ثقيل صح؟ طيب يعني لازلنا انا والله ارشح هذا الرسمي وعندي صاحبي يرشح هذا راح نجرب. ابو هشام في طلب كبير عليك ترى. كل الشباب يقولوا لي نبي تعليق ابو هشام على الايفنت. الايفنت قوي. اي قول لي شنو فيه. كيوت انا والله ما شفته. اي ولا شفت اخباره. نزل اول شيء نزلوا لون الطحلبي الجديد. الطحلبي عرفناه، خذها. خذ هذا الطحلبي حلال عليك. وهذا يعني يقول لك انا اعطيتك اياها ميزه بس انطر عشان سناب. الطحلبي خذها. فيا ابو هشام طحلبي خذها. اي عطني شيء بالايفنت غير الطحلبي. حمايه البيئه. يعني خذها. سوى ريسايكل حق والله ما يهمني والله انا قاعد انا قاعد بدوله نفطيه حق الرير مينرال اوف ذا وورلد اللي راح يفيد الحياه بشنو؟ مغناطيس. ايش فيه هذا المغناطيس؟ يعيدون استخدامه فاجهزتهم يمكن اعاده استخدام مغناطيس. القصدير القصدير قام يعيدون استخدامه. بس القصدير اصلا ممكن استخدامه اذا ذوبته. لا بس هذه ابل. ممتاز ممتاز، يعني الحين عندكم يا طويل العمر لون الطحلبي ميزة صح وممكن استخدام المغناطيس. لا إعادة استخدام المغناطيس المعادن أوكي. النادرة في كوكب الأرض. والقصدير هذا اللي إذا ذوبته تستخدمه مرة ثانية. القصدير قاموا يعاد استخدامه 100% اللي هو لا يساوي شيء بالحياة 100%. زين اخذه هذا، يعني أنتم الحين أصدقاء البيئة وايد. كلمني بالتقنية. ها عطني بعد شنو بس تك تقنية تقنية. احنا الاي ناي مالكم مالنا احنا. اي الجديد مالنا. ايوه اقوى منكم. اقوى من مالنا من الاي ناي اللي هو شنو هذا الاي ناي؟ اي ناي اللي عندكم بالسوق هم كاتبين 10 انويه، يعني يتكلمون عن الجيل العاشر ترى. اي لان الجيل العاشر 10 انويه بعدين 8 انويه بعدين 16 نواه. اي فانت قاعد تكلمني عن معالج صار له 3 سنين بالسوق. اي بس احنا اقوى منكم من 3 سنين صح. ممكن ولو اني اشكك بس بشيك. ممكن اذا انا عندي لك خوش شور ابو هشام. انت روح راجع الايفنت عدل. انا ما راح اشوفه. انا راح اروح اراجع معالجنا اللي انت تقول عنه اللي هو مو لي والله، يا اتمنى يكون لي. انا راح اروح اراجع معالجنا ولو اني حافظ صم. فانت روح اقرا الارقام، روح حق واحد شبيح كبير. بس انت لازم تعرف ان ابل ابدعت. لا والله ما اعترف بهذا الكلام ولا تحلم فيه اصلا ولا تشم معالجنا شم ما شم. معالجكم ولا تشم ولا تحلم فيه اصلا. بس انا مشي لكم احنا الاي 9 اقوى منكم. من اللي قال هالكلام؟ منو؟ متى اصلا كان ميني بي سي قوي اصلا؟ حتى لو كان بانتل ولا اي ام دي. تيم كوك. انا راح اكمل معك باكر اوكي؟ ما فيني نفكس الحين. 9 مارس 2022 تسجيل من جالكسي اس 22 الترا مساكم الله بالخير. صيغ الذاكره الداخليه مده طويله في انظمه تشغيل لينكس واندرويد اعتمدت على اي اكس تي 4 واللي تم تحويله ل جبهتين، يعني جزء لا زال يستخدم EXT4 وجزء انتقل مثل سامسونج ون بلس الى NTFS. حسب التجربة، مو كلام فاينل فني، حسب التجربة ان EXT4 يصرف رام اقل من NTFS.
NTFS موجود على أجهزة سامسونج، لذلك تجد بأن أجهزة سامسونج تستخدم رام أعلى من غيرها، بالإضافة لتواجد حشو عالي وميزات عالية في النظام اللي أيضا تأخذ الرام. فممكن تشغل جهازين، واحد أندرويد ستوك واحد سامسونج، تلقى سامسونج على الأقل مستخدم دبل الرام. نوع الذاكرة الداخلية مسؤول عن صيغتها، فلو ترجع للخلف تلقى مثلا EMMC لها صيغ، UFS لها صيغ، SSD NVMe لها صيغ. فلما اندرويد حكر نفسه ب UFS او EUFS internal UFS قدر انه ياخذ صيغتين اساسيتين EXT4 لان لينكس و NTFS بعد التحديث، فهو يحتاج حاليا صيغة احدث. لينوفو بجهازها الاخير اللي هو Y90 قدر انه يدمج SSD زائد UFS، بالشكل هذا حصل على 50% ريد رايت زيادة. يعني الشركات اللي تبي تدفع تقدر تدمج على ريد زيرو بعض أنواع الذاكرة مع بعضها، ولكن الشركات اللي تدمج نوعين من الذاكرة على صيغة واحدة تواجه مشاكل ستابلتي، والريد زيرو على الهواتف يواجه مشاكل ستابلتي، يعني ثبات النظام يكون غير ثابت. أيضا الشركات تخلصت من الذاكرة الخارجية بسبب عدم تطورها، فالذاكرة الخارجية لازالت على EMMC، ولما حاولوا يدخلون عليها UFS ما فلحت، ما قدرت تشتغل على النظام، لذلك تم إلغاء الذواكر الخارجية، صارت غير مهمة للنظام لأنها لا هي قادرة تكون جزء منه ولا هي قادرة تتعاطى مع الريد والرايت اللي وصل 2000، بينما هي لازالت بسرعة 120 أو 90 حتى. مع أن الذواكر الداخلية وصلت مساحات ممتازة وعالية، إلا أن أندرويد 13 يحاول يصنع طريقة جديدة اسمها APK Archive، اللي هي أن التطبيق في حال عدم استخدامه يتم حذف جزء منه وما يتم حذف البروفايل مالك. يعني مثلا إذا كان يحتاج ساين إن، الأماكن هذه اللي هي التسجيل، إنك ما تدش تسجل من الصفر تعبي بياناتك من الصفر، إنما يتم حذف أجزاء من التطبيق اللي أنت ما تستخدمه من وده ويتم تحميلها أونلاين. في أمور راح تستغرب منها، أو مفروض إذا كنت تقني ما تستغرب منها، يعني بأن الذواكر ما راح تزيد، الذواكر راح تقل في المستقبل القريب مع تواجد سرعات إنترنت أعلى، لأن الشركات راح تروح حق الحلول الذكية كلاود، فراح تلقى التطبيقات تعتمد على ان جزء منها كلاود، الجيمينج راح يعتمد على تواجد كلاود. فاذا وصلنا للمرحله هذه مالت الكلاود، مساحات الذاكره الداخليه عندك راح تكون اقل، مثل فكره كروم بوك F2FS وليس NTFS. اعتذر، انا ترى تو نبهني واحد، ترى انا رايح طول الوقت على اساس ان F2FS، لان اصلا NTFS موجود على الويندوز، فاعتذر جدا، ما ادري شنو ما قادر اركز انا. طيب ارجو تصحيح المعلومه هذه، صيغة الهواتف الداخلية لسامسونج واللي اعتمدتها ون بلس هي F2FS.